ايه ده يا سمسم؟ ده انت مش عامله عيد ميلاد، ده انت عامله فرح. انا لو منك اعمله في اوتيل 5 نجوم. ما هي ماما كانت عايزه كده، بس انا اللي قلت لها لا والنبي. طب يا ترى مين بقى اللي هيغني لنا الليله؟ انت جيت؟ اللي اخرك لليل دلوقتي؟ الحمد لله اني جيت، طمنيني كل شيء تمام. كله تمام، ربنا ما يخلناش منك ابدا يا حاج. ايه اللي انت عملته في روحك ده يا حاج؟ مش حدث تجن. امال فين عروستك؟ اوعى تكونوا طفيتوا الشمع من غيري. اها، واحنا نقدر برضه يا حاج. سميره يا سميره، اهلا اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه. شكرا. عقبال 100 سنه. اتفضلي. طب مش تفتحيها وتشوفيها؟ ايوه صحيح، مش تفتحيها وتفرجيني عليها. الله، ذوقك يجنن يا حاج. بصي كده شوفي. طب ما قلتليش رايك يعني؟ انا عارف انها مش من مقامك، انت مقامك عندي كبير قوي. وده كلام تقوله برضو يا حاج؟ دي حلوه حلوه قوي، خدي ما تبقاش توريها لاصحابك مش واخدين ارض. طب خليها معاكي دلوقتي. انت ليه حلقت شنبك وسبقت شعرك؟ ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. بجد ما شاء الله زي القمر. اما نشوف بقى هتجيب لي انا ايه هديه في عيد ميلادي. بصين. نعم. بقول هتجيب لي ايه هديه في عيد ميلادي؟ انت ده انت الخير والبركه. كل سنه وانت طيبه. لا مش هلحق، انا لسه اشطب المحل ده وبعدين اروح اشطب المحل التاني وبعدين اروح البيت اغير هدوم. لا مش هلحق، انا لما اشوفك بعد كده هبقى احتفل بيه انا وانت. عارف مين كمان جه الحفله؟ مش هتصدق. الحاج متولي. بتقولي مين؟ مين اللي عزم؟ ماما. اصل انا حاسه كده ان زي ما يكون في مشروع جواز ما بينهم. ده جايب لي هدية ما تقلش عن 10,000 جنيه. مش بيقولوا لاجل الورد ينسيه العليق؟ هو انا بقى العليق. بس على العموم كويس قوي انك ما جيتش، انك يعني كان ممكن يتضايق ويعمل تصرفات مش ظريفه كده، وانا طبعا ما كنتش هسكت له. ممكن افهم ايه الحركات اللي بتحصل دي؟ سايبه الناس قاعده بره وعماله تكلمي في التليفون؟ الحاجه متولي عايزك تطفي الشمع عشان يمشي. طب سعيد، بس هكلمك الصبح. معلش معلش، انا نفسي اعرف الراجل ده طلع لنا منين. يعني هو ماله ومالي؟ انا اطفي الشمع على مزاجي، اطفي دلوقتي اطفي بكره الصبح. هو ماله يعني؟ ايه هو ماله؟ مين اللي مكلف عيد الميلاد؟ مين اللي جاب الفرقه؟ هو اللي دفع طبعا. هو نقدر على المصاريف دي كلها؟ ده صارف شيء وشويات. طب وليه ما قلتليش كده من الاول؟ عشان عارفاه هتقلبيها نكد وتقولي لي مش عايزه اعمل عيد ميلاد. طب هو عايز يتجوزك، ماله بقى ومالي؟ سعيد مش هنشطب بقى. سعيد الساعة بقت 10. سعيد محاضرة الاقتصاد بتاع امبارح معاكي؟ لا يا حبيبتي مش معقول. طب اعمل ايه؟ انا محتاجاها ضروري بكره. دلوقتي محتاجاها؟ مش معقول يعني. طب ثانية اشوفها. مدحت معاك محاضرة الاقتصاد بتاعة امبارح؟ محاضرة ايه؟ طب بص هديها لي بكره. طب ماشي خلاص بقى. خلاص طيب. طب بصي ما تنسيش بقى تجيبي بكره. ماشي؟ اه طب بجد. شو؟ طيب يلا يلا يا جماعه، البوفيه جاهز. ايه مش هنطفي الشمع ولا ايه؟ يلا 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 يلا.